عزيز الأب، هل جابوا لك هدية؟ هل ذكروك برسالة؟ لا تحزن، اليوم طويل، أعطيهم مجال، راح يتذكرون اليوم ويبعثوا لك هذه الرسالة المنتظرة إن شاء الله. إن شاء الله، أكيد أكيد، ما حدا بينسى. كلمة حلوة ترى، والله يتغير في نفسية الأب. طبعاً والأب يستاهل دائماً، يستاهل. هذا السبب الذي يجعلنا نبدأ صباحنا اليوم بالأب. مشاهدينا، هو يوم أعظم رجال العالم، 21 يونيو، اليوم المخصص للاحتفاء بالآباء في معظم الدول. المقولة الشهيرة تقول: الأب هو البطل الأول في حياة الأبناء، والحب الأول في حياة البنات. مظبوط، لكن المؤلف أندرو راينر يقول إن أثناء عمله على كتاب Better Man, Better Boys الذي يتناول النموذج الجديد لشكل الرجولة، وجد أن الآباء سئموا من سماعهم عبارة شكراً لأنك سندنا. يجادل راينر أن الأب هو إنسان في النهاية، يشعر، يحزن، وليس مقاوماً للرصاص. بدلاً من شحنه بكلمات تعكس قوة فقط، يجب أن نعبر عن امتناننا للوقت الذي نقضيه مع هذا الأب دائماً. يرى راينر مشاهدين أن ضرورة تشجيع الأباء على عدم قمع مشاعرهم والتعبير عما في خاطرهم بحرية. والآن سنذهب إلى زميلنا عاد علاء سرحان، وهو سيحدثنا حول تاريخ يوم الأب. كل عام وانت بخير ابو ريان. انت بالصحه والسلامه يا راويه، وكل عام وانت بخير يا عادل حبيب. وكل سنه ووالدي الحبيب بصحه وسلامه، ووسام وكل اصدقائنا وحبايبنا الاباء. الى التاريخ، اذا عام 1909 في امريكا، وتحديدا في مدينه سبوكن بواشنطن، حضرت الشابه سنور وسمارت دود قداسا في الكنيسة احتفالا بعيد الأم. وقتها قررت أن تطالب بالاحتفال بالآباء أيضا. أعدت سنور عريضة للمطالبة بتخصيص يوم للأب، وعرضت على أن يكون الاحتفال في يوم ميلاد والدها ويليام دود، الرجل الذي تولى تربيتها وإخوتها الخمسة الصغار بعد وفاة والدتهم رافضا الزواج. عام 1910 تم الاحتفال لأول مرة بيوم الأب في واشنطن، لكن سنور أصرت على أن يتم الاحتفال بهذا اليوم في سائر الولايات المتحدة الأمريكية وليس واشنطن فقط. وهي مهمة أمضت خلالها أكثر من نصف قرن سافرت فيها مختلف المدن دعما لهذه القضية. وطوال تلك السنوات صوت رؤساء الولايات المتحدة جميعهم لصالح عطلة يوم الأب، لكن لم يقر أي تشريع ليصدق عليها خلال فترة ولايتهم. في عام 1970 أصدر الكونغرس قرارا مشتركا دعا فيه المواطنين إلى التعبير عن الامتنان الذي يحملونه تجاه آبائهم. بعدها بعامين وقع الرئيس ريتشارد نيكسون على القرار ليصبح قانونا، ولأول مرة أصبح هناك يوما للأب في 18 يونيو عام 1972، والاحتفال به لأيام مختلفة خلال شهر يونيو. ألو، كيفك بحكي؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. أنا حبيت أعيد عليك بكرة عيد الأب، وهينا هسه على الشاشة على التلفزيون، حبيت أعيد عليك. شاشة التلفزيون؟ إيه؟ شاشة التلفزيون؟ يعني على القناة، على قناة. قناة شو؟ قناة العربية. إمتى أي ساعة؟ شو إمتى أي ساعة؟ عيد عليك وعيد عليك بس، وحكي لك كل عام وانت بخير. الله يرضى عليك يا رب. كل سنه وانت سالم يا اغلى والد، وانت تاج راسنا يا حبيب قلبي. بحكي لوالدي انه الله يديم عليه الصحه والعافيه والله يحفظه. احكي له الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين اجمعين، ويحفظ الابوهات كاملين، والله يحفظهم الجميع. في يوم الأب نحتفي بقصة تضحية وحب لأب أردني تبرع بكليته لابنه الشاب البالغ من العمر 19 عاما بعد معاناة من فشل كلوي منذ عامين. وهذا الأب سينضم إلينا من عمان، الأب والمتبرع والبطل مروان أيوب سليمان. صباح
صباح الخير استاذ مروان، وكل عام وانت بخير. صباح النور، بيض الله وجهك. صحة وسلامة وجزاك الله خير. هذا المشاهدين حياك الله. خليك. يعني هو شو هالقصة الملهمة الحقيقة في يوم الأب، عندما يعني يعطي الأب فلذة كبده جزء من جسمه وكليته مثل ما أنت عملت. خبرنا القصة كيف بدأت وشو كان شعورك، والحمد لله هلأ كيف الوضع وكيف ابنك، يعني كيف وضعه إن شاء الله كل شيء تمام. هو أكيد في بداية الأمر أكيد أمر صعب جدا يعني، وكان صدمة بالنسبة لنا، بس كان الحمد لله يعني كما قلنا غير الحمد لله. فكانت معاناة فترة غسيل الكلى، الأعراض اللي صاحبت غسيل الكلى، كان في عنا معاناة في البيت للمريض نفسه، كان التوتر والخوف يصير إشي أكبر من هيك مستمر لفترة طويلة. فيعني إشي طبيعي، أي أب بده ينقذ ابنه من هيك موقف فراح يكون وضع طبيعي يعني يتبرع بكليته. طيب موقف أي أب بحب أولاده يعني. مروان خليني أسألك عن لحظتين، أنا آسف أنه يمكن أرجعك لهذيك الأوقات نفسيا، ولكن خليني أسألك، أول ما عرفت الخبر وما كان بإيدك شيء تعمله، والأمر الآخر أنه ليش ما انتظرت أنه يخرج أحد المتبرعين ويعطي ابنك هذه الكلية، ليش أنت؟ لا لا يعني أنا بضع نفسي في مكان، أنا أولى إنسان يكون في مواجهة هيك ظرف، أنا أبوه يعني، ومين أي أب بده يعمل هيك؟ نعم. ليش أنا بقدر وأستنى من غيري يعني؟ في آباء يبحثون عن متبرع، ووالدته يعني برضه، ومع ذلك أنا اعترضت وقلت لا يا عم، أنا بتولى الأمر، أنا أحمل في كل هاللي بيصير. يعني هو أنت تقول بأنه يعني هذا شيء طبيعي لأي أب يكون هو السباق لإنقاذ حياة ابنه زي ما أنت عملت، ولكن هو يعني زميلي عادل عم بيحاول يقول لك أنه في كتير ناس وبالفعل يمكن بفضلوا أنه ينتظروا متبرع بالفعل. طيب أستاذ مروان، خبرنا المرحلة اللي بعدها، لما بعد ما عملتوا العملية كيف كانت عملية الشفاء؟ شو كان في عندك مشاعر ابنك وزوجتك العائلة كلياتها، يعني كيف أصبحت بعد عملية زرع الكلى؟ أنا في يوم عملية زراعة الكلى كان بالنسبة لي يوم عيد، يعني بداية حياة جديدة لابني، وأنو أب ما بتمنى بداية حياة جديدة لابنه. حتى يوم بعد ما خلصت العملية كان أول سؤال إلي عن ابني، كيف صار، نجحت العملية أو لا، ما بسأل عن نفسي أبدا يعني. والحمد لله وضعه الصحي تمام، يعني حياته الطبيعية بلشت ترجع شوي شوي، الحمد لله الأمور تمام، ما في أي مشاكل الحمد لله. شو سعادتك، إلى أين وصلت وأنت تشوفه قدام عينك إن شاء الله معافى مشافى ويتحرك، ولربما إن شاء الله يعني بكرة يتزوج ويجي له ابن، هذا الشعور كيف ستصفه؟ والله يا سيدي العزيز صعب توصف شعور السعادة، ما بينوصف يعني، أبدا ما بينوصف يعني، فرحة لا تقدر بثمن يعني، بقى ابتلاء من الله وربنا نجانا منه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله صبرنا عليه، الله أكرمكم، نطلع بنا من المشكلة وأجزلك يعني الله. أستاذ مروان يعني الحمد لله رب العالمين، الأب والأبناء دائما مرتبطون برباط وثيق، وأنت بينك وبين ابنك أصبح هذا الرباط بعد أوثق، ف يعني الله يعطيك طولة العمر ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بتشوف ابنك عريس وبأعلى المراتب بإذن الله. شكرا جزيلا إن شاء الله. اسمحي بس أنا في نقطة أنا بدي أنوه لها يعني، فضل. بعد ربنا كان في طاقم الأطباء اللي في مستشفى البشير يعني وقفوا معنا بشكل لا يصدق، من بينهم الدكتور عباس القطارني، الدكتور ينال، جميع مستشارين كلها، الدكتور عماد، يعني الله يجزيهم الخير، يعني كانوا أطباء وإنسانيين بشكل لا يصدق. الله يعطيهم العافية، وشكرا جزيلا لك مروان أيوب سلمان،
المتبرع لابنه، ولا فضل في ذلك ولكنها العاطفة التي تسبق أي رد فعل. شكرا جزيلا. والدي ده حاجة كبيرة يعني، لك أب يبقى لك سند وظهري، حاجة أكيد في الدنيا يعني تسند عليه. ممكن ان انا اقول لابويا في يوم زي ده انت احسن حاجه حصلت في حياتي واكتر انسان ضحى عشاني، وانا بتمنى ان ارد لك جزء او بعض من الجميل اللي انت عملته معايا طول حياتك، وربنا يخلي لنا طبعا وما يرحمناش منه، ودايما بيخدمنا وبيضحي بحاجات كتير عشاننا، واحب اشكره وربنا يوفقه يا رب ويديله طول العمر. اقول له شكرا ليك، ربيتنا الحمد لله وطلعنا حاجه في المجتمع، وربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جنات ان شاء الله. يكفيني شرفا ان كل خليه في جسمي كان هو سبب فيها بعد خلق ربنا سبحانه وتعالى. يا اعز من في الوجود والدي العزيز. والله انا يوم الاب بدعي له بالرحمه طبعا، لان والدي متوفي من كذا سنه، ودايما فاكرينه يعني بكل خير، لانه كان اب حنين جدا ومهتم ببيته وباسرته وبينا، وعمره ما قصر معنا في اي حاجه. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.